مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا الأحبة، مرحبا بكل من يتابع قناة الفلوج الفضائية ومطبخ خلدون لهذا اليوم، والأكلات والطبخات راح أقدر أقدمها لكم خلال ساعة كاملة. كل شيء ممكن تكون خلال ساعة كاملة أنه أنجز هذه الأكلات وهذه الطبخات، وحتى تكون سهلة التحضير وبسيطة. وأيضا احنا دائما الأطباق اللي احنا نسويها هي تكون سهلة بسيطة سريعة وصحية وأيضا رخيصة. لكن شنو الأطباق اليوم راح نسويها خلال ساعة كاملة؟ عندي اليوم طبق باذنجان، تريد تسموه مقلوبة تريد تسموه باذنجان، لكن اليوم الطريقة والمقادير راح تكون راح نعملها بطريقة كلش حلوة أولا، وثانيا راح تكون أيضا سهلة وبسيطة. راح يكون في اللي بعده سلطة اللحم البارد، راح أعمل اليوم سلطة لحمة بارد أيضا راح تكون ممتعة جدا بنكهة وأيضا الطعم. راح اختم الحلقة لهذا اليوم بالبودينج، لكن اليوم البودينج راح يكون بودينج بالكوكيز. يعني شنو؟ انا راح يكون عندي هذا الكوكيز الصغير ونعمله بالبودينج ونقدمه. لذلك راح يكون في عندي الاطباق اليوم جدا سهلة بسيطة وايضا سريعة كنوع من الاطباق اللي راح نعملها لهذا اليوم. طبعا احنا ذكرنا تقريبا ثلاث فقرات، وفي ايضا فقرة رابعة وهي اكيد فقرة مهمة جدا. هذه الفقرة الرابعة وهي المهمة جدا، طبعا اكيد هي فقرتكم انتم، فممكن انه تدزون صور طبخاتكم وتدزون صور اكلاتكم وتدزون صور طبخاتكم على الموقع اللي راح يظهر اكيد اسفل الشاشه. هذه ايضا من ضمن المشاركات المهمه انه انتم تكونوا موجودين عناصر مهمه جدا في البرنامج، فتكونوا انتم تقدمون الاكلاتكم وطبخاتكم اللي راح نعرضها اكيد لكم. اليوم عندي تقريبا 10 مشتركين، اليوم عندي احمد محمد من اربيل، عندي ام حمودي من بغداد، عندي ام عبد الله ام عبد الرحمن عفوا من بغداد، عندي انس من سامراء، ضحى من بغداد، عباس من نينوى، عثمان محمد من الانبار، كريم الكناني من بغداد، وكوثر عمار من الاردن، ومحمد حماده من الانبار. هذول الاسماء اللي ذكرتهم هم مشتركين ويانا بالدولمه، بباقله بالدهن، بكبه، بكباب عروق، بمحروقه اصبع، ما ادري ليش حرقوها الاصبع. في هذه الطبخات كلها اللي انا ذكرتها ممكن يكون ايضا في عندنا الدولمه ويجوز عندنا كليتشه، فراح نشوف ايضا صور طبخاتهم واكلاتهم مثل ما ذكرت انه كشغله مهمه جدا في البرنامج. طبعا اكيد الاطباق والاكلات اللي راح اقدمها لكم اليوم في شغلة كلش مهمة، انه كلش مهم ان تكون سهلة مثل ما ذكرت، وانه نعمل اليوم نوع من الاكلات اللي تكون يعني قليلة السعرات الحرارية، ما يكون فيها كل شوية سعرات حرارية، اثنين تكون صحية اكثر. لذلك راح اقدمها لكم بطريقة كلش حلوة. ما اعرف البوتيتا وين قشر البوتيتا، طبعا ضمن المقادير ايضا راح يكون في عندي بوتيتاية كاملة نستخدمها هنا، فاخذ البوتيتاية هاي خليها هنا حتى لا ننساها. يلا نكتب المقادير. الطبخة الأولى لهذا اليوم مثل ما ذكرت راح يكون في عندي مطبق دجاج، لكن راح نعمله بالباذنجان بطريقة كلش حلوة. المقادير دائما أتركها عليكم وأتركوا الطريقة علي أنا حتى أقدر أقدم لكم اليوم طبخة حلوة معدلة ومرتبة ومأزأزة. يلا نكتب المقادير. يا مقاديرك يا خلدون يا مقاديرك، هاي المقادير قدامكم حلوة ومأزأزة. من بين ما أنا أخذ البوتيتاية هذه أقشرها تكتبون المقادير. المقادير سهلة وابدا مو صعبه. عندي شغلتين مهمين جدا ابلش اسويهم، انه اقلي الخضار بكميه وافره اكيد من الزيت. انا راح ادلع الموضوع بالزيت، لكن مو يبقى عندي بس زيت اقدر انه اقدمه، لا، انه اقدر انه اضيف ايضا بعض الاشياء اللي ممكن تعطينا طعم وايضا تعطينا نكهه كلش طيبه. ايش راح يكون في عندي هنا؟ مثل ما شفنا بالمقادير عندي بصل وطماطه وعندي ايضا فلفل. الفلفل اللي راح استخدمه هنا راح يكون في عندي فلفل ملون مو ابيض واسود، فلفل اخضر، فلفل احمر، فهذا نصيحته شنو احنا نصيح للفلفل الملون. وعندي الباذنجان وعندي الدجاج. قبل ما انه ابلش بهذه الطبخه كلها راح ابلش باول شغله مهمه جدا اللي هي الدجاج، كيفيه التخلص من الزفره وايضا احصل على طعم ونكهه كلش طيبه. ايش راح اسوي؟ راح اخذ هذا الماعون اخذ هذا الماعون المرتب شخلي بيه، اخذ بيه بهارات. راح يكون في عندي انه استخدم من انا شويه من بهارات دجاج، راح اخلي هالقد، وراح اخذ ايضا شويه من الثوم المهروس او ثوم مدقوق ثوم مهروس. انا شخالي ويا خالي ويا شوية زيت، يعني زيت الزيتون طبعا، انا قلت زيت الزيتون قلت زيت الزيتون زيدون، فخليت له ايضا شوية ثوم حلوين
راح اضيف له ايضا شويه بهارات مثل ما قلت حتى شنو اتخلص من المعضله الكبيره هي الزفره. راح اخلي ايضا شويه من البابريكا. البابريكا هذه اللي هي بابريكا بارده مو بابريكا حاره. شنو البابريكا؟ البابريكا اللي هي هذه الفلفلاي. هذه الفلفلاي تتيبس، بعد ما تتيبس تصير عندي هذا المطحون. في منه طحنه ناعم وفي منه طحنه خشن، فيكون في عندنا هذا يكون هذا. بعد ما انه يكون تيبس، بعد ما يكون هذا يبس تصير بهذا الشكل. فاخليه من ضمن البهارات طبعا اكيد المهمه جدا. اما في شغله مهمه ايضا ابلش اضيفها، فهذه انه الاشياء انه مذاكره من البقادير، فممكن انه تكتبوها، هو عباره عن خل فقط، انه خل وهذه البهارات انقع بها الدجاج حتى شنو حتى يكون فيها طعم طيب، واثنين اتخلص مثل ما قلت من الزفره مالتها. اكو من يخليها بخل ابيض، اكو من يخليها بخل تفاح، اكيد راح يكون حسب رغبتكم. صراحة اخذ تخته خاصه باللحوم، وانا جهزت هذا الموضوع، مجموعه حلوه من البهارات تقريبا خلطتهم مع بعضهم اللي هي بهارات دجاج جاهزه. وممكن اخلي ايضا شويه من بهاراتي، خاشوقه او خاشوقتين فين، هي عباره عن خضروات. انا راح اوزع هذا الموضوع كله بهذا الشكل. خلاص اللي يحب انه يخلي ايضا شويه من الصويا راح يكون اكيد حسب الرغبه. ورا ما ضفت هذه المواد كلها مع بعض البعض راح اجي اخذ صدر الدجاج. شو راح اقطع صدر الدجاج؟ مثل ما قلت انه هنا انا مو عندي يعني مثل ما قلت انه راح يكون في عندي مثلا قطعه الدجاج لازم تكون كل شويه ثخينه، راح اخلي واحده فوق واحده بهذا الشكل. نلاحظ راح اجي اخذ صدر الدجاج قطعه شرائح صغيره وناعمه بهذه الصوره. ناخذ الثاني نفس الموضوع، ما اخليه على التتبيله لحد ما انه اتاكد انه قطعتهم قطع صغيره باعوا، ما تكون كل شويه ثخينه. شو راح اسوي هنا؟ راح ابلش اقطع الدجاج بهذا الشكل. دا تشوفون شلون؟ مثل الشاورما تقريبا، صغيره ما تكون كل شويه ثخينه. بعد ما قطعتها بهذا الشكل اجي اخليها على التتبيله. لاحظ نفس الموضوع، نقطعهم بهذه الصوره، ما تكون هواي كلش ثخينه حتى تستوي بصوره سريعه، حتى اطبقها مع الباذنجان واطبقها مع المواد اللي ذكرتها. طبعا هذا الدهن اشيله من عندها، احمد فلاح ما يحبه. سمنه فوق ما هو السمين، وزنه 125 كيلو، ما اعرف ايش ياكل. خلي هاي المواد كلها هنا واخلي صدر الدجاج. هسه هذا تمام، اجي اخذ وحدة لخ نفس الموضوع. خما اكو ان انا زوايد هذا اشيلها، شيل شكل شي ابيض بيها، شكل شي ابيض بيها نشيله، لانه هذا يسمن الموضوع مالته يسمن. خلاص هذه المواضيع شلناها. هسه راح اجي اخذ شريحة الدجاج باي بايز، شوفوا صغيرة ايضا نفس الموضوع، وراها اجي اجمعهم هيجي هيجي هيجي، وبعدين اقطعهم بهذا الشكل. وراها تاخذهم مو يمك قال وزني عليها، شوف القطعة هنا. يا سلام سليم، ما شاء الله. شوف هنا شلون صارت شريحة، شرائح خفيفة وحلوة. هسه شو حسوينا؟ راح انقعهم بهذا الموضوع. موضوع طبعا هذا الموضوع طبعا يكون كلش مهم جدا، هو هذا اللي هو انا اقدر اتخلص من الزفرة اللي تكون موجودة بالدجاج. هاي واحدة اثنين اتبل الدجاج يكون طعمه كلش طيب، وهنا انا انقعه بالخال، انقعه بالثوم، وانقعه بالبهارات مثل ما قلت، واتركه هنا لحد ما يشرب هنا كل هذه النكهه وهذا الطعم. شوفوا هنا صار شلون شكله، صار عندي شكله بهذا الشكل، شكله كلش حلو. لاحظوا وما تكون كلش هواي سميك الموضوع، ما يكون كلش هواي سميك الموضوع، يكون عندي بهذا الشكل. هسه راح اخليه وين؟ اخليه على صفحه هنا. عندي مجموعه كامله من الخضار اللي راح استخدم هنا بوتيتا وباذنجان وفلفل وبصل، كل هذول راح اقطعهم واقليهم.
مثل ما شفتوا هنا بالمقادير ظهرت عندكم هذه المواضيع كلها، كتبوها مرة ثانية اللي ما له حق يكتبها، لأن الأكلة هذه والطبخة هذه كل شوية راح تحبوها. راح تحبوها ليش؟ لأن تشبه المقلوبة، بس هي ما لها علاقة بالمقلوبة. مقلوبة كيفي والله حلو أحمد فلاح كيفي. راح أخذ هذا الموضوع خليه حتى أقلبيه. تقريبا نستخدم كمية وافرة من الزيت لأنه عندي قلي. أكو طريقتين ممكن تستخدمه، اللي ما يحب إنه يستخدم كمية كل شوية زيت إنه يسويها مثل السوتي، نخليهم كلهم مع بعضهم، يخلي عليهم الزيت وهو بارد، وبعدين نخليهم على النار. راح أبلش بالباذنجان. أبلش بالباذنجان، أول شغلة نبلش بها قطع بهذا الشكل. قطعني يا باذنجانك، قطعنا في الاثنين باذنجان. طبعا عدة تمن أيضا لازم أيضا نبلش الطبخة، راح أطبخه مع شوية البصل وشوية الزبد، لكن بعد ما انتهي من القلي شوية بيها خطوات هواية هي، لكن بالأخير طعامها والنكهة اللي راح يكون بيها هو الأهم. راح أقطعهم بهذا الشكل، بتكون كل شوية سميكة. هوب خلاص قطعت الباذنجان. عندي فلفل أيضا راح يتقطع نفس الشيء حتى يتقلى، وعندي كل هذه المواد راح أخليهم حتى أقليهم. من بين ما يكون عندي حامي الزيت أيضا راح يكون في عندي إنه أستخدم تمن. تمن اللي أستخدمه أنا اللي هو البسمتي، مثل ما تشوفوه هذا، هذا هو البسمتي الداخل أنا أستخدمه. أغسله غسلة واحدة بس، وراها يكون عندي جاهز حتى أقدر إنه أطبخ به. هذا الزيت بإعادة تدوير، يعني شنو بإعادة تدوير؟ هذا يعني أني خاله خاص بالقلي، عندي بوتيته قليتها ما أذبه للزيت، إلي أقدر أستخدمه لمدة 7 أيام، بس أشوف لونه تغير صار أسود بعد ما راح أقدر أشتغل به. لذلك هذا الموضوع يكون مهم جدا حتى أنه لا نبذر، نستخدم كمية وافرة من الزيت وبعدين نبذر به ونذبه ونرجع نشتري مرة ثانية، لا هذا تمام التمام. أنا شو خليه لأني حتى أطي طعم ونكهة طيبة للزيت، أخلي له شوية من الزبدة النباتية اللي هي سوري من النباتية الحيوانية اللي هي هذه، مثل الدهن الحر لكن مو كمية كبيرة، ما تكون زبدة، راح أخليها مع الزيت القلي حتى يعطيني طعم كلش طيب. هذا الطريقة نفسها يعني نفس الطريقة هذه أسويها مع البطاطا، يعطيكم طعم كلش طيب للبطاطا. ونفس الطريقة أبلش أعملها أني لما أريد أسوي مثلا لما أريد أسوي مثلا تمن أيضا راح يكون كلش طيب، لأنه راح أضيف له هذه الإضافات. راح أخذ شوية مثل ما ذكرنا من الزبدة هذه، ويا سلام سلم هالقد معدها كلش كافية مع التمن. راح أخلي وياهم شوية زيت حتى لا يحترق الزبد، هذه مهمة الشغلة، لا يسود حتى مو بس يحترق. نجي ناخذ الخضروات الجميلة، نبلش بالباذنجان وحش الطاوة. طبعا ذكرتوني بوحش الطاوة، اللي يحب يشوف شلون نسوي اكل وطبخ كلش حلو، حمص بطحينة، الباذنجانية، التبولة تبرني تبولي، اللي يحب يشوف هذا السوالف تكتبون هسه على اليوتيوب وحش الطاوة، بس كتبون وحش الطاوة راح يطلع لكم طبخات واكلات دقيقة واحدة بس، يعني دقيقة واحدة وصار هاي الطبخات والأكلات بطريقة الفاست موشن. فاللي يحب إنه يشوف هذا الموضوع بس كتبوا على اليوتيوب وحش الطاوة راح تطلع لكم طبخاتي السريعة جدا، بيها حمص وطحينة، بيها تبولة، بيها كل شيء جميل. نأخذ أيضا البطاطس، نأخذ أيضا فلفل أخضر، شوفوا كله قطعته بهذا الشكل، ومثل ما قلت خشن مناعم. تمام التمام يا خلدونز، تمام التمام. ناخذ هذا الفليفلة ايضا نفس الموضوع، ايضا نقطعها هيك اداريك، والله اداريك وبعيوني خليك. هذا الفلفل ايضا صار، هذا الفلفل صار جاهز، الزيت صار ساخن، كل شيء تمام التمام. هسه هنا اكو موضوع ثاني، انه غير انه راح اطبخ اللحم،
نانا لازم ايضا الزيت يكون ساخن. نانا راح اخلي فلفل ونانا راح اخلي فلفل وراح نانا راح اشيل هذه بعد ما احتاجها. الاشياء اللي ما احتاجها اشيلهم واقول لهم باي باي ما نريدهم بعد. ناخذ نانا الباذنجان زيت صار ساخن والله بعده بس يلا خدعني الزبد. اضيف الباذنجان ضيف الباذنجان قلي الباذنجان اول شيء قليهم زين قليهم زين واقول له باي بايز خلاص. عند البصل عندي البصل راح اقطعه هيك بالبدايه ايضا قطع بالطريقه هذه وراح ابقي شويه من عنده للتمن. نشرح على وحش الطاوة شوية. وين وحش الطاوة؟ آها هذا وحش الطاوة اللي هو القناة الخاصة بينا اللي موجودة على اليوتيوب. تحدي بيها تحديات كلش حلوة طبعا. بيها أكلات وطبخات سريعة جدا. يعني بدقيقة واحدة تكون جاهزة. دا تشوفون عندي وحش الطاوة هنا سميناه وحش الطاوة لأن أنا واحد أحب الباذنجان بالنسبة لي أحب الباذنجان كلش فسميناه وحش الطاوة. قاعد تقول ليش وحش الطاوة شيف خلدون وشوفونا لابسين أسود إحنا. راح نشوف شوية تعليقاتكم الجميلة والسعيدة شوية منا طبعا عندي هنا شوية بصل أيضا حلوين راح أقطعهم بهذا الشكل. تتكلوزني هذولا كلهم راح اطبقهم ويا من ويا التمن. اخر شيء عندي البوتيتا اقطعها هيك مثل ما قلت تقريبا مثل المقلوبه لكن ما لها علاقه انه بها انه مطبق الدجاج راح اسويه مع هذه المواد. وعندي ايضا البطاطا. اهم شغلات انا بلشت قطعتهم وجهزتهم هذا طبعا دائما راح انساه مليون بالمئة راح انساه فخليه هنا. هنا شو راح نسوي؟ راح يكون في عندي مجموعة الخضار. الزيت هذا بلش انه هذه الصفحة الرسمية مالتنا. اي والله مالتنا. تعليقاتكم الجميلة تراني مع احمد نبلش تراني مع احمد والكبة والسمك الزين ويا سلام سلم هذا مشوي دلعني بالمشوي يا برنس السمك حسب السماكة ارفع ايدك حبيبي. هذه تعليقاتكم الجميلة طبعا اكيد بالبداية مساكم الله بالخير صبحكم الله بالخير تعليقاتكم الحلوة الفراشة وسم سميت سميرة لو سميت سمسم سمية محمد مهيمن والكبه الزينه اللي حبين نشوف الكبه الزينه مال ترانيم احمد مو ترانيم تراتيم لو ترانيم ترتتا. راح اضيف هنا شويه من البهارات طبعا حاطبق انت دائما البهارات الطيبه اللي كاري كركم شويه زعفران اذا عندكم هيل دارسين كل هذه انا اخلي الحبشكلات هذه ويا التمن حتى شي يطلع عندكم التمن يطلع التمن يا عيني يطلع التمن يا عيني لا يا برنس مو بس يا عيني. خليت ايضا شويه من هذه الحبشكلات راح اجي اخذ زهره القرنفل راح اخلي هلقد من عدوم راح اخذ هيل وزعفران وشربه تبته راح اخذ فد اربع حيلات اخليهم على التمن واخذ عود مال دارسين عود مال دارسين كامل هذا ها هذا الملوز الحلو المعدل انا راح اخليه ويا التمن. شوف ايش خليت للهيل والكركم والكاري وخليت لسد دارسين. لما اخلي هذه الحبشكلات الطيبه هنا انا اورد التمن من واحده راح يكون يا سلام سلم عليه ها دائما حتى اتاكد
انه الصلصة تصير طيبة وطعم تمن يكون طيب. اخذ شوية مي شو تخليت انا تمن، راح يكون عندي كوبين تمن، راح يكون عندي كوبين اثنين مي، فراح اخلي هسه المي وهذا اريده يكون مغلي، يغلي غلي يغلي غلي، حتى شنو حتى انا ما خليت له ملح، مو ما سويت له ملحني، ملحني عيني ملحني، ملح مهم مو مهم، لا مو مهم، اسحب كلامي اسحب كلامي، الملح مو مهم، الملح اختياري وحسب رغبتكم انتو، اللي حب انه يضيفه اهلا وسهلا، اللي ما يحب يضيفه عادي جدا نقول له باي بايز. هسه قبغني، ورا ما قبغني اتركه لحد ما يغلي، بعد ما يغلي حلو الكلام اقدر اضيف له التمن واني مرتاح نفسيا. التمن احنا دائما شو نسوي لما نقع، لما نقع تعال نقع عوفة ساعة وساعتين لحد ما يبربخ وتقطع وتكسر. اكو تمن يحب تنقيع، اكو تمن ما يحب تنقيع، اكو بس غسل، فاروح اغسله واروح اغسله، اروح الطعم مال الجونية مالته، طعم الجونية يروح باي بايز. بسم الله، لا شرفك اتوقع لا منه ولا منه، مثل الورد مثل الفل، نعمة الله بس كون ما توقع بالقاع. حلو، هسه هذا التمن ايضا غسلته وجهزته. باذنجان نريد له مشبك، خليه له مشبك احسن ما من ما اخليه له شو اسمه يعني مشبك احسن. فممكن يكون عندي هنا هنا وهنا، تمام تمام تمام. ناخذ مشبك او ناخذ كلينكس، والله ما ادري مشبك كان قدام عيني، هسه اني لو ما ادري ايش يصير ما راح القاه، لانه اريده رايده ان شاء الله تريدوها تضيع، بس من ما اريدها القاها قدام عيني 24 ساعه 24 اور، وين ما اروح القاها قدام، وين ما اطلع منها القاها قدام، وين ما اطلع منها القاها قدام. هسه ايش دا اقلي انا؟ دا اقلي الباذنجان، وراح اقلي الفلفل، ورا راح اقلي ال شو اسمه الفلفل والبصل، والفلفل مثل ما قلت الالوان ثلاثه، احمس الدجاج، ورا ما احمس الدجاج خلاص صار عندي الموضوع تمام التمام، يبقى عندي بس تركيب. تركيب يعني شنو؟ يعني تصفيط بجدر واحد واقدمه. نانا من يصير عندي المي بهذا الشكل يعني تمام التمام، خلي لي التمن يقول لي، راح اخلي التمن واتشيك الموضوع اذا راد بعد شويه مي اخلي له بعد شويه مي، لكن يكون مي ساخن ما يكون مي بارد. هسه تمام التمام، خلينا كل الامور هذه زينه، اخلي له بعد شويه بعد شويه خلاص، ورا ما ضفت هاي الامور الزينه خلي له شويه بهاراتي. ليش خليت له شويه بهاراتي؟ بهاراتي بيها خضروات حلوه، فخلي له شويه بهاراتي هنا، وهنا اتفقنا انه نخلي بهاراتي ايضا هنا. والله الراد لان خلصت لازم ارجع ايبس من جده وجديده. ورا ما ضفت التمن بهذا الشكل دائما نخلي التمن، راح اتركه شويه هنا، راح اضيف هذه المواد بعدين كلها سويه، راح اطبق التمن بهالطريقه هذه، راح ارجع اضيف له شويه من الملح. شوية ملح حلوين، ورا ما خليت الملح الحلوين، لا طبعا هذا هذا هو ده هو ده هذا القبغ مالته، هذا تركه هنا. أنا شنو عندي؟ عندي الموضوع طبيعي جدا وجميل، انه انتظر لحد ما انه يستوي الباذنجان، ورا ما يستوي الباذنجان ابلش اشيله واخليه بمكانه. يلا من بين ما يصير عندي الباذنجان راح ابلش اشتغل بالدجاج. الدجاج ما راح يحتاج لشيء، انه اخذ له هذه الطاوة وتمن خلاص، التمن راح احول مكانه بدرجة حرارة ما تكون عالية، متوسطة طبعا اعدادية متوسطة، خلي هنا هذا راح اخلينا انا حتى تشوفوه تمام، وهذا اخليه هنا، راح اخليه للزبد، وانا الزبد
دائما زبد ويا شوية زيت دائما هاي حتى لا يحترق عندكم. وراح اخلي له شوية زيت حتى لا يحترق مثل ما ذكرنا وقلنا. يمكن انا ما خليت على الدجاج ملح، ماكم علاقة بالملح، ملح اختياري حسب الرغبة، مو بعدين يقول خلدوني خلي كومة ملح كومة ملح. رأزين يقول لك مليان ملح خلدون مليان، مو صحيح؟ أهم شي الصحة، أهم شي الصحة. مو ألف مو شرط أكله فاهي، أكله فاهي مثلا عندك ضغط مثلا عندك سكر تعب على شي خلصنا، ففاهي أطيب. نانا عندي الموضوع تمام التمام، دا أقل الموضوع طبعا يحتاج لشوية شغل طبعا. هذا الطبخ، هذا الطبخ طبخ الشرقي شغل بي، كل شوية شغل بي. بس شنو، حتى لو شغل كومة بي راح أخلصكم إياه بساعة واحدة، بساعة واحدة يخلص الموضوع يعني ما راح يبقى. وتعالوا شوفوا من راح يتحدى اليوم حتى يأكل هذه الطبخات كلها، ولا تعرفون من راح يأكل هذه الطبخات كلها. أويلي شو راح اسوي ثاني؟ خليت الملح، خليت البهارات، خليت الخل والسوالف، هذا شو راح اسوي؟ راح اصفيها من من الماي مالته واخليها وين؟ على الطاوه هذه. اذا عندكم جريل عادي او عندكم هاي طاوه عادي، خليه الدجاج المرتب المعدل. تقول لي زفره، لا تقول لي ريحه، لا تقول لي ما ادري ايش، ماكو هذا الموضوع كله. ليش ماكو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع مو موجود بهذا الطبخه، لانه انه انا قعته. وهسه اخليه على النار واعمله. راح اترك هذه الطبخه خلاص، انه اتركها لانه راح اضيع وقت كل شوي بها. راح اتحول الى مشاركاتكم لهذا اليوم، وبعدين نرجع حتى نسوي السلطه. يلا نشوف مشاركاتكم. الطبخات اللي انا قلت لكم عليها، طبخاتكم انتوا، اكلاتكم انتوا الحلوه. مثل ما شفنا كل شيء تنوع كامل شامل، اشياء كلش حلوه جميله. متعتونا صراحه بهذه الاكلات، اتمنى من عندكم اكيد الاستمرار حتى اشوف طبخاتكم واكلاتكم. الباذنجان عندي طلع عندي بهذا الشكل، راح تقولي ليش ما شرب كل الزيت اللي موجود عندي هنا؟ لسبب واحد بس ما شربه. اذا كانت كميه الزيت وافره حلوه زينه يعني، اثنين اتركه لحد ما يكون درجه حرارته عاليه، ثلاثه ما راح يشرب الاكل عندك الزيت، ما راح يشربه ابدا. اثنين تخلي له ملح ورا ما انه يصير تمام التمام. يلا نخلي له، اليوم عندنا مو اصله مع الملح، ما راح اخلي له ملح ولا خلي له ملح.
ولا ما خلي له ملح، خلي له دلعني بالملح. طبعا طبعا شوية فلفل أسود، شوية بهارات جميلة سعيدة، هاي بهارات الجميلة السعيدة طبعا، مال الخضروات هذه مرتبة معدلة، شوف شلون يا سلام. خلاص هسه شنو عندي هنا، خلينا نشيل هالحبة شكلات نخليها هنا. قليت البوتيتا وراح اقلي الفلفل والبصل، نعم راح اقلي هذول كلهم واجمعهم كلهم بمكان واحد واخلي عليهم التمن واطبق التمن عليهم. صار لك الطبخه فله. راح تقول لي خلدون هاي مو مقلوبه، راح اقول لك لا مو مقلوبه، هذه سميتها مطبق باذنجان، يعني باذنجان مع الدجاج. شوفوا لانه الدجاج اول شيء انا مقطعه بهذا الشكل، اثنين حتى يكون طعم ايضا كلش طيب. خلي اخلي شويه بهارات ايطاليه، دلعني بالبهارات خلدون، دلعني، اريدك تونسني بالبهارات، اريدك تونسني بالبهارات، ايطالي على هندي على باكستاني. نجي للسلطه، السلطه ايضا راح تكون مقزقزه ومرتبه، بها لحم بارد، بها خيار، بها طماطه، بها ليمون حامض، بها زيت الزيتون، بها ايضا شويه خل. كل هذه المقادير الان راح تكتبوها سويه بطبخه كلش طيبه، وهي راح تكون يا خلدون الطبخه المهمه اللي هي السلطه طبعا. يلا نشوف مقاديرها، المقادير يا خلدون، المقادير. طبعا تشوفون احنا ما خلينا ثوم، مو لا خلينا بالدجاج، دجاج بدون ثوم ما يصير، ما يصير هالكلام، ما يصير هالكلام. وانا المقادير، واكيد ورا المقادير هاي راح استقبل اتصالاتكم على طبخه اليوم، شنو رايكم بها، شنو كان طعمها، شنو نكهتها، ايش رايكم. واحلى مقادير عمي، احلى مقادير، مقادير مقاديرك يا خلدون، مقاديرك بالجو يا خلدون. كتبوها كتبوها، تمام التمام. طبخاتنا اليوم كلش حلوه وبسيطه، مال اهلنا. راح اخذ فلفل اخضر، طبعا كنا نعرف انه كل طبخه لها 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 مودها، لها بهاراتها، لها تكنيكها. ايضا انا هنا الدجاج راح احمصه، راح اعطيه تحميصه كلش حلوه، قطعه جوليان تريد تقطعوه مكعبات بكيفكم، بعد راح اخليهم هذول هيك. راح اخذ طماطه، اشيل هذا الموضوع، هذا الموضوع كلش مو مهم، وكلش مهم انه يشال، وكلش مو مهم انه يبقى بالطماطه طبعا، هذا بي كل المشاكل اللي ممكن تكون موجوده. قلت لك اخذ التليفون ما تصورون سناب وانا دا اثرم. يا سنابك يا خلدون، يا سنابك. مثل ما قلت مشاهدينا الاحبه، طبعا اللي يحب انه يشوف وحش الطاوه، وحش الطاوه مو بس انه بيطبخ، بي ايضا تحديات مال اكل، اريدكم تدلعوني بهذا الموضوع يعني. يلا ناخذ صلاتي في مساء السعاده، مساء الفول، مساء العسل، كل هاي المساءات لكم. مرحبتين ومية هلا بريم الفلا، منو جاية بعده؟ والله وانا عبالي. شوف البوتيتا شو حسوي، راح اخذ شوي من هذا الزيت اللي عندي هنا دا قلبي، لانه الدجاج صار تمام التمام. راح اخذ شويه من هذا الزيت، راح اخلي وين، راح اخلي هنا. طلع وحش الطاوه ولا بعده؟ يا سلام سلم، دلعني بوحش الطاوه. راح اضيف شويه زيت حتى تقول نخلدون خله هواي زيت، راح امسحها بهذا الشكل. هذا وحش الطاوه، دلعوني بوحش الطاوه، تركونا من وحش الطاوة. شوفوا هنا أنا بطبخ مو بس بتحديات أيضا حلوة. أول شيء خلي الدجاج، أول شيء خلي الدجاج بعد ما طبخته، ورا ما خليت الدجاج بهذا الشكل أصفطه هيجي هيجي هيجي، بعدين أجي أخلي عليه الباذنجان، خلي له باذنجان 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 باذنجان. بعد ما تبلته طبعا ليت له ملح الباذنجان، مو كل شيء ولا انسى الملح مال الباذنجان.
يلا اللي يحب انه يستفسر عن طبخة اليوم اكيد راح استقبل اتصالاتكم على ارقام الهواتف راح تكون موجودة اسفل الشاشة، واخذ باذنجان لازم اضيف الباذنجان وبعدين اضيف عظيم. كيف يا احمد فلاح محلي هذا؟ انا راح اضيف هذه المواضيع كلها. راح اخذ البوتيتا. الله سندس مساء السعاده. طبعا قبل شوية اتصلت ناديه، تحياتنا لك يا ناديه، ممكن تعاودين اتصال بينا مره ثانيه حتى نقدر نعرف شنو طلبك لهذا اليوم. واخو سندس مساء السعاده. سندس اهلا اهلا شيخ، مساءك فل وعاف، ربي يخليك، هذا نورك يا غاليه انت، يحفظك الله يحفظك خليك الله يا غاليه، ممنونك اني. شنو الاكله والطبخه اللي ببالك؟ نعم انا بس اريد عجينه البورق. عجينة البورق الدلل بخدمتك انا. ايه دلل يمه دلل، يحفظك الله يحفظك. مية هلا مية هلا. هسه انا راح اقلل الخضروات لانه راح يكون في عندي الطبقة الأخيرة هي إضافة الخضار. راح ارجع اضيف هنا انا شوية بوتيتا. الله الله على البوتيتا، الله خلي لها ملح شوية هذه لأنه بوتيتا فاهم ما يشتغل عندك الموضوع تمام التمام، فلازم ايضا اخلي لها شوية ملح. وحارة حارة 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 يا إلهي حارة. أنا لابس شفوف وحارة، يقول لك اشتغل بدون شفوف. يابا حرارة، شوية ملح على البوتيتا، شوية بهارات عادية أنا أسميها إيطالية يعني بس اتس أوكي نورمال. أنا راح أخلي شوية ملح. هسه راح أنتظر التمن يصير، وأنتظر أيضا هذه الخضروات أيضا لازم شوية تنطبخ وتتقلى بالصورة الصحيحة. نرجع للزلاطة. قطعت طماطة، قطعت خيار، وراح اقطع فلفل بعد ما مقطع خيار. شنو هاي؟ لازم اكون مصداقية بالموضوع. واكيد راح اقول لكم عجينة البورق. عجينة البورق تكون مكون تقريبا من 2 كوب طحين، نص قالب من الزبد، 3 خواشيق من اللبن، او ممكن 3 خواشيق من الحليب، تقدرون تخلون حليب او تقدرون تخلون شوية لبن. وراهنا انا عجن العجينه بش تقريبا نص كوب من المي، وهنا انا عجنها بالزيت، مهم جدا انه تعجنوها بالزيت. راح اقطع ايضا شويه خيار حلوين ومقزقزين. هوب 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 هوب. قطعت خيار، تخيلوها هاي الزلاطه ايش قد حلوه راح تكون ايش قد طيبه. تخلون هذه المواضيع كلها بيها خيار على طماطه على فلفل. ايش خليت بعد يا خلدون؟ سيقول لي ما خليت شغله ما خليتها به. واهم شيء بهاراتي مال السلطه، اويلي عليها ايش قد طيبه. خلينا هاي الحبه شكلات، راح اجي اخذ اللحم البارد. هذا اللحم البارد الزين، بس عيني على الخضار. اخذ اللحم البارد هذا. مارتديلا ممكن؟ نعم ممكن مارتديلا. شوفوا انا احس بيكم. مارتديلا نعم ممكن. لاحظ هذه راح اثرمها. خليها واحدة فوق اللوح واحدة وأثرمها. ثرم ثرمني ثرم. كلها لازم تصير حلو بالزلاطة. شنو؟ كلها تصير نفس الشكل. فأقطعهم هيجي، قطعهم هيج، قطعهم هيج، قطعهم هيج، قطعهم هيج. وراها راح أجي أخذهم كلهم وأخليهم وين؟ أخليهم هنا. يا سلام سلم. تعالنا ملحني 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 ملحني. أم طيبة مساء السعادة، بهارات سلط. السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتنا لك يا وردة. أنت شلون؟ الصحة إن شاء الله تمام؟ إذا أنت بخير ربي يخليك، هذا بنورك يا غالية أنت. إذا أنت بخير أنا بخير. الأكلات الطيبة عاشت إيدك ربي يخلي. شكرا جزيلا، هذا من ذوقك أنت، الله يحفظك ان شاء الله. شنو الاكله والطبخ اللي ببالك؟ نعم اعرف المقادير مال الكليته. مقادير الكليته سهله سهله الدللي. احلى مقادير ام طيبه لك. تسلم عيوني. الله يخليك. الله يحفظك الله يخليك. راح اخلي حامض بدون نوى طبعا. ورا ما اخلي الحامض بعد شويه حامض دلعني بالحامض خلدون.
ورا ما ضفت هذه المواد مع بعض البعض هسه راح اقلب الزلاطه اللي حبي يخلي لها شويه خل راح يكون اختياري حسب الرغبه. راح اخلطهم زيت الزيتون او زيت نباتي شويه شويه ملح وشويه هذه المواضيع كلها سويه خلوهم مع بعضهم هنا. صارت عندك السلطه تمام التمام. هسه راح اجي اخذ الباقي عندي من الخضروات، قد بقى عندي خضار، هذه كلها الخضار لازم تتقلى مثل ما ذكرت حتى يكون طعمها كلش طيب. بعد شويه حمصها احلى، خلها حمصها شويه بعد احلى. احلى لو زنبور. زنبورك يا زنبور. شو راح اسوي هسه؟ راح اخذ التمن. لا شوفوا الموضوع التمن، موضوع التمن يخبل يخبل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. مستحيل انا اعتذر منك طبعا. أولي باع اللون مالته باع النكهة مالته، نكهة الدارسين ونكهة هذه 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 الزهرة ادعوا لي والله بس تخلوها بالتمن لا يخبل الموضوع عندكم راح يصير يخبل. فهذا الموضوع هنا زهرة حبة البرك. أرجع مع جدر وأقلب أتقلب يخبل حتى يصير فلة يصير فلة شمعة منورة. خلاص هذا التمن بعد ما يصير عندك بهذا الشكل أدري أنا خليت له كوم ملح بعد شوية ملح والله خليت له ملح هواي. خلي ملح هنا شبيه هذا ما يملح. بعد شوية بعد شوية الرادلة حتى يستوي بالأخير رح أزيد عليه شوية النار. أنا خلع الواحد هذه النار ضعيفة شوي صغيرة. تعالوا شوفوا الخضار عندي راح اشيل كل الخضار اللي عندي بهذا الشكل بعد ما قليتهم طبعا. هذول هم راح اخليهم شوية بهارات او ما يحتاج بس شوية ملح. لاحظ هنا يما فدوى لقلبك. شوية صفوا من الزيت شوية صفة من الزيت يلا وناخذ اتصال هاتفي. مرحبا يا عيني مساء السعادة يمك يمك يمك. شلون الصحة حبيبي شو اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة عساك بخير يا ربي؟ اخذين شلونك؟ الله يحفظك ويخليك الله. ذات بخير انا بخير والله الحمد لله. الله يخليك احمد الله يرضيك. شنو الاكلة والطبخة اللي ببالك حبيبي قول؟ ان شاء الله الله يسلمك تودع ان شاء الله. الله يحفظك ممنونك انا يا ذهب والله. بس مع الدهينة عشانت الدهينة باوع صديق راح اقول لك فتشي تمام تمام. انا الدهينة مسويها في حلقات سابقة اذا تقدر تدخل على اليوتيوب وشوف الحلقة كاملة حتى تشوفها انت من البداية للنهاية. بس تكتب دهينة شيف خلدون راح تطلع لك عندك الحلقة. لا والله لا والله بعيد عنه. ها مو مشكلة يلا مو مشكلة راح أقول لك مقادير. هذا ما عند النت. مو مشكلة مو مشكلة راح أقول لك مقادير أدلل. أي والله. أدلل أدلل أدلل. تحياتنا لك. إحنا ليش نحن دائما نقولكم يعني مثلا نروح على اليوتيوب مو لغرض شيء لا إنه غرض إنه حتى تشوفون الطبخة من البداية للنهاية حتى تكتبون مقادير بالصورة الصحيحة وتشوفون الطبخات والأكلات مثل ما هن يعني. عندي سلطة الباردة أيضا صارت تمام التمام. كلش طيبة زينها شوية خلي لها شوية حبشكلات حلوة جميلة. خلي هذه هنا وخلي هذه هنا ونقول يا سلام سلم. أجي للخضار بعد ما أنه تركتها شوية راح الموضوع مالتها. أنا شو راح أسوي؟ راح أخلطهم وراح أخلي شوية من الخضار بهذا الشكل طبعا وراح أبقي شوية من عنده للزينة زينة خزينة. خليتهم بهذا الصورة. لا أبداً ما مسوي هوسة. أنا مسوي هوسة مستحيل. شنو آخر شيء تخلوه هنا؟ أنا أرجع هذا أضيفه هنا. أنص النار عليه تركه بنار هادئة جداً. تعال يمي شو حسوي؟ بسم الله راح أخذ التمن وأصبه هنا ونصب التمن يا عيني هنا. خلي واحد صف الله حتى لا يوقع التمن لا منه ولا منه. صب التمن. هذا منو راح ياكل هذا الاكل كله بعشر دقائق؟ التحدي الجاي يا عيني انه تاكل جدريه التمن هذه مع الحبشكلات مالتها مع الكلوريز مالتها
مع هذه العودة، خليها هنا وبع 10 دقائق يا بعد قلبي، مع تقريبا معون زلاطة معون حلويات، ونطلعها ونعرضها لكم. اللي راح ياكلها راح نعرضها وين؟ ببرنامجنا، او راح نطلعها على اليوتيوب ونسميه وحش الطاوة. هسه هذا شيله منه بعد ما اريده. من ياكل هالحكاكة؟ ويلي على الحكاكة هاي، يمه 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 يمه، خليه هنا خليه هنا، شوفوا الحكاكة هذه. ويلي انا اتدخل بشغلك؟ ها انا ما اتدخل بشغلك، ترى اخليك تنزل لي اغنيه وانا اشتغل. يلا صار عندي بهذا الشكل، اقولها هيجي واقبقها واتركها تتهدر بالهداوه يا حبيبي بالهداوه. يعني شو اللي تطلب مثلا؟ تي دولمه. الله شاء المخرج محمد ابراهيم يريد دولمه، يريد يعذبني شويه طبعا، بس ان شاء الله نوبل الضوء شرط. يا سلام يا سلام، ابدا بس الرمان من هذا النوع. لا عمي لا على حسابك ولا شيء، دلل. يلا ان شاء الله هالاسبوع هذا نسوي الدولمه. اي اي وعد، يلا وعد وعد، ورطتنا ورطتنا بالدولمه، دولمة وساعة عندي برنامج. ماكو شيء وقع وراي؟ الحمد لله. يلا عندي طبخة أخيرة لهذا اليوم حتى نختم الحلقة وإحنا مرتاحين ومأزأزين ومرتبين. عندي حلويات البودينج لهذا اليوم راح نسويه لكن مع الكوكيز. يلا نشوف مقاديره ونشوف طريقة تحضيره ونشوف حبشكلاته الجميلة. أنت جابتي هنا نشيلها منها نشيلها منها. هذه بس مقاديره، أنا خالويهم شوية زبد. فممكن يكون عندك إضافة الزبد اختياري حسب الرغبة، أما المواد الباقية فراح تكون بكيفكم المواد الباقية. لكن عندي المواد الأساسية والمهمة اللي هم أن يكون عندك هنا شغلات أساسية طبعا مهمة بكل طبخة، وهي طبعا أكيد راح يكون عندك هنا مثلا عندك هنا السكر مهم، لكن ما تخلي كل شوية سكر أحسن. شوي 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 نظافة سريعة، جل بعد الوقت بالبداية. كم من الوقت لدي؟ سأقول اعتبرها انشالت، بس ايش قد؟ 10 دقائق حلوين حلوين، وحتى انه لا اصب التمن هسه شوية بعد بس يتهدر. حتى ناخذ اتصال هاتفي، نادي من ميسان، دلل محمد احمد ابراهيم. شو اسمه؟ أمو احمد ابراهيم. نادي نادي نادي. والله اعرف اعرف داحش يا صديقي بالكنترول. مية تلف. مساء الفل، مساء السعادة عليك يا ربي، يحفظك إن شاء الله. تحياتنا للصديقة عزيزة صراحة. تحياتي لك وللوالد. ربي يخليك، ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يحفظك أهلك وولاداتك إن شاء الله. الله يخليك والله. الحمد لله تمام أني. إذا أنت إذا أنت بخير أنا بخير والحمد لله والشكر. ان شاء الله بخير، عساك بخير، ربي يحفظك، ربي يخليك. عندك طبخه معينه ببالك ولا هيك بس انه اي بس القرن هذا الالماس يصير نسوي اللحم؟ شنو هو دبس الرمان؟ الالماس. الالماس هذا انا اعرفه تتخلى مع الطرشي باللحم، ما راح اعتقد اي طرشي صح اي يعني اي يعني مع اللحم، هي مو كيمة مثلا او مو فطر او نوع من الفطريات مثلا، حتى اقول لك ممكن مع اللحم تمام بالطبخ. شفتي عم الصفا تنسلي تنسلي الالماسة؟ والله ما شاء الله. هسه راح نبلش بالمومنت، لحظه اللي دائما بالبرامج المباشره تصير مشاكل، فاحنا متعرضين لهذه الاشياء يعني. طبعا طبعا انا برا نفسي لي قدام. وقعت وتكسرت هسه هذه بش، وقعت وتكسرت بالجو، يعني شو اسوي؟ لازم ابرر الموضوع بالبدايه.
اخ 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 اهدى انت بس اهدى خلينا صبها نسوي لها هيك. طبعا كل كذب هاي السوالف ما دقها منا دقها منا انا دقها منا انا. بسم الله يا سلام سلم. لا 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 الموضوع لا 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 ولا التدليع هذا. هسه راح اكمل دلعها يخلينا انا شويه الدارسين الحلوين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا من راح ياخذ والله العظيم والله ما فوز اي واحد ما ياكل هذا الطبق كله ما فوزه. هذا صار عندي الموضوع تمام التمام. هالطبخه صارت زينه وهالطبخه هذه ايضا صارت زينه ومرتبه ومعدله. نبلش بالحلويات. مقادير الحلويات اعتذر هسه على الشاشه ورا الموضوع. هذه مقلوبه؟ لا مو مقلوبه. اللي يقول مقلوبه ما اقبلها ها ما اقبلها. اسمها مطبق دجاج بالباذنجان كيفي. انا مخترعها. يلا نشوف الطبخه الاخيره لهذا اليوم ونشوف شنو اللي راح نقدم. طبعا اكيد الكوكيز لهذا اليوم راح نعمله اكيد بطريقه كلش حلوه. انه اول شيء اخذ هالجلاصين هذول الحلوين واكسر بيهم الكوكيز واضيفهم هنا و 7 دقائق بس 7 دقائق بس. وتعالى بص راح اخلي الكوكيز بهذا الشكل اخلي الكوكيز ايضا بهذا الشكل. راح ابلش اعمل الان لازم نوع من المهلبيه يكون تكون بارده. راح اخلي ايضا نشا راح اخلي حليب وراح اخلي ايضا سكر حلوة الدنيا سكر وراح اخليهم على النار منها تقريبا 3 دقائق 4 دقائق بالزايد يصير عندنا تمام التمام. اعتقد تحتاج الى بعد اكثر كميه من الحليب. اروح اجيب لي حليب اروح احلب لي بقره واجي ثواني بس احلب بقره واجي اضيف لي حليب. يا سلام سلم. منو شرب الحليب من الثلاجه؟ راح اضيف ايضا هذا الموضوع شويه الحليب ونرجع على الكوكيز. راح اضيف شويه كوكيز ايضا بعد هنا. صار عندي الموضوع تمام تمام. موضوع اضافه البيض موضوع اختياري راح يكون اكيد حسب الرغبه. حتى اعطي طعم ونكهه عربيه شرقيه عذرا شرقيه كنا احنا واحد يعني ماكو فرق. ممكن انه اخذ نكهه الزبده او نكهه الدهن الحر فممكن انه استخدمها كنوع اساسي في هذه الطبخه يعني. فممكن انه اضيف ايضا اذا حبيت انه تضيفوا لها شويه من الدهن الحر حتى تعطيها النكهه الشرقيه اللي مثل ما قلت انا وذكرتها. طبعا راح اخلي هذا الكوكيز هنا اخليه بهذا الشكل وراح ابلش اضيف مثل ما ذكرت شويه الزبده هنا. باي بايز هذا نشيله نقول له باي بايز. هذه الطبخات اليوم اللي قدرت اقدمها لكم. يعني انت راح تبقين صامده منا لنهايه الحلقه فاستحيل طبعا لازم تتفلش شوي من هذا بس ان شاء الله ان شاء الله انه انت اهم شيء اخذ لي اللقطات الكامله الشامله لها. الله 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 يا سلام سلم. هسه احنا ضفنا هذه المواضيع كلها هنا راح اذوب الزبده هنا. ارجع واقول اضافه البيض يكون اختياري مع البودينج يعني حسب انتم رغبتكم. راح اضيف ايضا شويه من ممكن اضيف شويه كريم على الكوكيز وبعدين اضيف له هنا. راح اضيف ايضا شويه كريم هنا راح اضيف شويه شوكولا حتى تذوب. راح اضيف ايضا شويه شوكولا حبوب شوكولا هنا. تمام هسه الموضوع عندي تمام. انتظر بس انه يصير عندي البودينج جاهز حتى اقدر انه اقدمه. تقريبا هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم اليوم. اها بلش الباي هنا بلش الباي يشرب شاي. صار تمام تمام. هذا الزبده من يبدي اخلط هنا لنوع الحلويات البودينج. اضافه نشا اضافه طحين اضافه نشا اضافه فانيلا واضافه ايضا الى طعم الفانيلا بطريقه كلش حلوه. فانيلا خليت مع السكر اخلطهم سويا مع النشا اخلطهم كلهم مع بعضهم بعض. اضيف ايضا وياهم شويه حليب واخلي البودينج بهذا الشكل. فممكن انه اخلي له شويه من بياض البيض
اختياري حسب الرغبة. إذا حبيت أنه تضيفولها، أما إذا مرت البيض فنقول له باي بايز، راح أخلط المواد هذه كلها مع بعض البعض لحد ما تدخن عندي وتصير دجاجة حتى أقدر أنه أضيفها على الكوكيز. تركوها شوية تبرد وبعدين تستمتعون بطعمها ونكهتها اللذيذة جدا. وممكن أيضا نضيفولها شوية كراميل إذا حبيتوا. أعتقد أنه البرنامج خلص، الأطباق اللي سويناها أطباق سهلة بسيطة وأيضا سريعة. أتمنى أنه عجبتكم. اللي يحب أنه يشوف الحلقة هذه كاملة ممكن تشوفون هذه الحلقة باليوتيوب. ومثل ما قلت اللي يحب أنه يشوف إحنا جدا نسوي حب أشكالات جديدة، بس يكتب وحش الطاوة وراح تشوفون الحب أشكالات. راح تشوف جد؟ إيه بيها ثلاث قوالة ما شاء الله. راح أضيف هنا أنا شوية من البودينج. يا عيني يا عيني يا قلبي، لا حرام عليك، أكلة خبول معروفة بالعالم والوطن العربي ومعروفة بالعالم بالأخص. تعال سويها أنت بالجو، أنا أتحداك. يلا 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 تعال 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 تعال, تعال سويها. هذا نفس الطعم هنا أنا. وأنت أنت بيضة ما تعرف تقلي. أنا دا أحكي على أحمد الفلاح، واحد أقرأ هنا بالتلفزيون بس يعلق، عندي معلق رياضي قاعد بس يعلق. هاي أسويها هيجي وهاي أنا أسويها هيجي، هاي لو أني أطبخها أطبخها هيجي وهاي لو أني أطبخها هيجي، وهو بيضة ما يعرف يقلي. حكيت خوب لازم ضروري راح اخلي عليهم شويه شوكولاته، خلي عليهم شويه شوكولاته. هي حاره طبعا الكريم هذه راح تذوب مليون بالميه، فاخلينا انا شويه كوكيز الحق على الموضوع، واخلينا انا شويه كوكيز واخلي عليهم شويه كراميلو، خلينا انا شويه كراميلو. ويا سلام سلم. هذه الطبخه ايضا بتكون عندكم جاهزه، ما يحتاج للدقائق، تتكيا الموضوع كله من الاخير. هذه الأطباق اللي قدرت أقدمها لكم محبة المشاهدين. طبعا أكيد أشكر كل من تحملني لمدة تقريبا ساعة كاملة بهذه الطبخات بهذه الأكلات، التوحد بهذه الطبخات بهذه الأكلات. إن شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة من أنا الشيف خلدون من المطبخ خلدون. باي بايز.